شاكر هالمبادرة أولا تاع إنشاء مستشفى مثل هذا اللي يكمل المنظومة الاستشفائية تاعنا عسكرية ومدنية من جهة، ومن جهة أخرى يعني يكون لبنة من مختلف اللبنات لتقدم والرقي تاع الدولة الجزائرية. أتمنى كذلك باش ربما الجهات الأخرى بالوطن تستفيد بنفس العملية. إذن نشوف نفس الدراسات، نديروا واحد في قسنطينة، واحد في وهران، وكذلك في أقصى في الجنوب، باش تكون التقدم والنمو تاع البلاد يمشي بتوازن، يعني الجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وهكا نكونوا وفينا العهد اللي عطيناه كل كبارنا في القاعة وحتى لهم خارج القاعة، العهد اللي عطيناه الشهداء تاعنا طيب الله ثراهم.